فأنا أريد أن أذكر ببعضها لا سيما ما كان منها له علاقة بذلك الأدب الذي أشرت إليه آنفا، وهو أدب المجلس العلمي. لقد روى الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: كنا إذا سافرنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فنزلنا منزلا تفرقنا في الوديان والشعاب، فسافرنا مرة مع النبي صلى الله عليه وسلم ونزلنا منزلا وتفرقنا فيه كما كنا نتفرق دائما، فقال لهم عليه الصلاة والسلام: إنما تفرقكم هذا في الوديان والشعاب من عمل الشيطان، إنما تفرقكم هذا في الوديان والشعاب من عمل الشيطان. قال أبو ثعلبة: فكنا بعد ذلك إذا سافرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم سفرا اجتمعنا وانضم بعضنا إلى بعض حتى لو جلسنا على بساط لوسعنا. ففي هذا الحديث اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بتجميع المسلمين بأبدانهم وأشخاصهم، وتحذيره إياهم من أن يتفرقوا في ذلك حتى في السفر في الوديان والشعاب. واستجاب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لتوجيه هذا، فكانوا بعد ذلك لا يتفرقون تفرقهم السابق، وكانوا يتضامون بعضهم إلى بعض حتى أنهم مع كثرتهم لو جلسوا على بساط واحد لوسعهم. فهذا التفرق الذي لم يكن إلا في السفر لم يرتضه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما نهاهم عنه، فماذا يكون الشأن فيما إذا تفرق أهل العلم وطلاب العلم في مجالسهم العلمية؟ لا شك أن هذا التفرق يكون من عمل الشيطان من باب أولى. ولذلك فنحن نذكركم على اعتبار أن قسما طيبا منكم يرجى أن يكونوا من المسؤولين بتوجيه الأمة وتعليمهم الكتاب والسنة، فهذا من السنة التي ينبغي أن يبدأوا بتذكير الناس بها، ألا وهي تجميعهم في المجلس الواحد، وأن لا يظلوا هكذا متفرقين بعضهم بعيد عن بعض. وقد تأيد هذا الحديث من حيث مضمونه الذي يحض على تجميع الناس في المسجد وينهى عن تفرقهم فيه حديث آخر رواه الإمام مسلم في صحيحه، أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فوجدهم فيه متفرقين، فقال عليه الصلاة والسلام لهم: ما لي أراكم عزين، ما لي أراكم عزين، أي متفرقين. فكذلك نفهم من هذا الحديث أن التفرق في المسجد أيضا بل هو من باب أولى، أنه لا يشرع، بل ينبغي عليهم أن يجتمع بعضهم إلى بعض وأن يهتموا بسماع العلم والموعظة الحسنة. ونهي الرسول عليه السلام عن هذا التفرق يرتبط مع تلك القاعدة
التي أشرنا إليها أن الإسلام يهتم بإصلاح الظاهر كما يهتم بإصلاح الباطن، لأن كل منهما مرتبط بالآخر ارتباطا وثيقا لا انفصام بينهما ولا انفصال.